السلام عليكم. كما جرت العادة أن جلسة الأصوات لا تعتمد أساسا على ما هو مادي أو ما هو فنان أو ثقافي، بل تعتمد على الحالات الاجتماعية. الآن معنا واحد الحالة اللي هي مزرية، يعني طفل يعاني من مرض ربما أعز الأطباء في شفائه، وأم ذات طابع اجتماعي من ذوي الاحتياجات. لا داعي أن جلسة أصوات أن تنتقل الآن إلى إليكم الأم ديال هذا الطفل هذا، اللي ربما جهشت ببكاء حتى لا نضطر أننا نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم. اسم ديالي فاطمة الزوين، كنسكن بمدينة فاس، حي الحسني بن دباب، رقم الدار 24، زنقة 7، حي الحسني. دابا جزاكم الله بخير. أنا عندي الوليد عنده مرض توحد، وهذه مدة عنده دابا 14 عام قل شهرين. ودابا الله يجازيكم بخير، أنا جميع المدرسة اللي تركتها كيطلبوا لي الفلوس، وأنا عندي الزوج ديالي عنده الكلاوي، كيدير الشوكة على الكلاوي، والحالة ديالي ما كتسمح ليش. دابا أنا في التشرد، أنا أصلا مالي الكراج الراو عليا، والحالة ديالي صعيبة بزاف، والطفل عندي حركة كيتحرك بزاف، ملي كتجي الحالة كيبدا يسب ويعاير ويدير لي الحالة زعما دير لي الضجيج. ودابا جزاكم الله بخير، اللي بغى يدير واحد الخير ويدير واحد العمل يشوف فيا الوجه الله. راني جلست متشردة أنا وجوج الوليدات عندي توام، ودابا الحالة ضعيفة بزاف، وأنا تركتكم وتركت الله سبحانه عز وجل. لالا واش عمرك طلقتي شي جمعية من الجمعيات في مدينة فاس؟ مدينة فاس طرقت فيها ثلاثة د الجمعيات، وحدة ديال المرآة طلبت لي 24 ألف ريال في الشهر، وحدة الصباح طلبت لي 16 ألف ريال في الشهر، وحدة ديال بسمة طلبت لي عاوتاني تاهي 16 ألف ريال في الشهر. علاش طلبوك هاد الجمعيات الفلوس؟ حيت باش نقري الدري. هاد الجمعيات قري الدري ب 24 ريال؟ وفين كيقطنوا هاد الجمعيات هادو؟ هاد الجمعية وحدة في حي الأدارسة بسمة، وحدة في بورمانة، وبجوجهم بورمانة يعني مرآة ومدرسة وحدة. واش يمكن تحكي لنا على الطفل هذا باش كيعاني؟ كيعاني من مرض التوحد، الإعاقة ذهنية، و يعني حاشاك كيبول تحت منه بعدا بالمفهوم، كيفزك تحت منه، وحركة بزاف، حركة بعض المرات لدرجة تيضربني كاع، لدرجة بعض المرة يضربني، بعض المرة يخسر لي الهضرة، بعض المرة يبقى يعايرني يقول لي علاش الدراري كلهم تيقراو أنا لا. الأب ديالو فاش كيعمل؟ الأب ديالو كان خدام في القهوة، دابا جلس، دابا جالس بسبب المرض. ودابا حتى جمعية ما قبلت الدري تقريه؟ دابا حتى جمعية ما قبلت لي الدري نقريه إلا لا بالفلوس. وبالنسبة للمعالجة الطبية؟ بالنسبة للمعالجة الطبية يعني الطب قال لك منين تدخليه للمدرسة تجي عندنا. جبت دوك الوراق أم حسين، راهم تما كاين الوراق المرض النفساني وديال بالنسبة للصحة ديال السياش اللي واقع ربما كاين في فاس، معالجتها فيها أو ما كيتعالجش؟ ما كيتعالجش، عطاوني غير ورق، ولكن الأدوية لا ما كيتعالجش، عطاوني غير ورق بأن مرض نفساني ومرض الإعاقة الذهنية ومرض التوحد. ما عطاوكش شي شي مكان معين؟ لا. أو شي صحة أو شي كذا؟ لا. وهاد المرض هذا واش عنده علاج؟ ما عندوش علاج؟ الدكتور رشيد علوان قال لي تبداي زعما تبعي معايا، ولكن أنا ما عنديش الفلوس باش نتبع. ما عنديش. الشريطة ممكن تدينا على الوثائق اللي كيستعمل عطاو الأطباء خصوصا ديال فاس؟ هادي ديال فاس الدكتور رشيد علوان ديال التوحد. وهذه ديال مستشفى الرازي ديال سلا، حتى هي مرض التوحد. ملي دوزت ليه الراديو قالوا لي التوحد، وعندي الورق ديال النفساني.
بالنسبه لهذه انك يعني مرض التوحد ومرض نفساني ومشيتي طلقتي جمعيات حتى شي واحد معاونك حتى شي واحد معاوني اخويا حتى شي دابا حاليا انت من احدى منبر اصوات شنو بغيتي تقولي مثلا للمحسنين ولا حتى رساله انا بغيتي لا بغيت الناس المحسنين الله يجازيهم بخير يعاونوني هاد الوليد يقريوه لي ويعاونوني ماديا راه الحاله ضعيفه بزايد ويعني انا الحاله ديالي انا في التشرد اصلا الرقم ديالي 06 31 70 46 96 عندي الرقم عاود ديال الزوج ديالي لا سبحان الله ما يشدلكمش البورتابل ديالي 06 76 33 24 15. في نهاية هذا اللقاء بالسيدة فاطمة الزوين التي اشتكت وحلت باستوديو أصوات بمدينة سلا قصد إدلاء بالمعاناة بالنسبة لطفلها الذي عيد ثم مرض الرأس. بطبيعة الحال سيدة ذوي الاحتياجات الخاصة، في نهاية هذا اللقاء بهذه السيدة الزوين نتقدم نحن بدورنا كإعلاميين نداء ثم نداء لكل من يحب هذا الوطن ويغيرون على أبناء أوطانهم، وكل مواطن يضم حينما سمع شكاوي وليس المواطن أو الشخص أو المرشح المرشحين الأفاضل الذين يرتدون النظارات السوداء حتى لا يرى واقعنا المزري. بطبيعة الحال قبل نهاية هذا اللقاء هناك رقمين لمن أراد أن يحسن بهذه السيدة وابنها، فهو الرقم الأول اللي هو 06 76 33 24 15 زوج فاطمة، ثم الرقم 06 31 70 46 96 رقم هاتف السيدة فاطمة بالضبط. بصراحة نحن كإعلاميين ترتلت عن الكلمات حتى نعبر عنها بطريقة مهنية أو بأخرى، بس نعبر عنها بكلمة دارجية وهي أحسنوا ثم أحسنوا بهذه السيدة وشكرا لكم.